انت شريتي الخروف ولا مازال؟ احنا تيجي عندنا نختاركم تيجي عندنا هو هو كيف ما تنقولوا الخرفان ولا هذا الارزاق. الانسان هو صله بينه وبين الله سبحانه وتعالى في هذاك العيد الحمد لله. كل واحد تيجي ما خصوش يتكلف، ولكن حنا فاش كنا صغار كنا تنقولوا بغينا القرون وداك الشيء، متى تكبر تتفهم بشحال من حاجه. صح كلنا كنا نتمناو با انا خصو يدخل عندنا خروف عنده القرون وهذا. بالنسبه للخرفان في المغرب كاينين جوج الانواع، كاينين الخرفان الاولين اللي هما واحد البرومي كاتيجوري تيمشي للهديات وداك الشيء، هذوك بوحدهم ما عرفتوش. وكاينين ديال العيد الكبير، ديال الكبير شويه تيكونوا مطحطحين واحد جاي خدام هو عارف باقي 10 ايام مسبقينه في السوق، واحد يشدو من هنا واحد تيكعاو فهمتي، توصلك انت كاعي اصلا مستعد كاين تيجي كاع ما تيهضر. وكاينين دوك الخرفان اللي تيمشيو للهديه، دوك الخرفان تاع الهديه تيكونوا لا شوف حتى اللواط ديالو كيفاش داير حيت يكونوا مقابلينه. انت عارف هذه القضيه حيت كنتي كتبع الهديات بزاف؟ لا ماشي كنت نتبع الهديات، دابا المشكله هو فاش كنا صغار ما عندك ما دير، تيبان لك هديه خصك، خاصه الا كان فيك هذاك المشكل ديال الموسيقى، تخلقتي وتركبات لك واحد كارت ميموار الموسيقى مشكله خصك تسمع، ما يمكنش حيت كاع المغاربه تتكون هديه وتيوقفوا واحد شي تقراتك غادي معاها ما تمشيش عارف، لان نقدروا مثلا ما عرفتوش الهديه. الهديه يمكن تكون غادي العرس ميلود، الهديه يمكن تكون غادي بهذيك الفات زعما الهدايا، الزوج كيدي الهدايا للزوجه ديالو، حنا كنديوها كل واحد فاش كيديها في كروسه ولا في كيكون انت في راسك انت ديها دابا في راسك ولكن انت طرشت ملي انت انا اش تندي؟ حيت انا مولف عليك نعرفه مزيان ميلود اسمع لي شوف اسمع لي انا ميلود انا اللي دايم لك العيديه نحن نقول العيديه لان تعطى في العيديه راح نسميت مرا بس نضحكوا شويه ولا سميتو نعطيك واحد روبورتاج صغير غندير فيه كل شيء غنوريك كيفاش تكون الهديه من الاول تيمشيو عائله العروسه تيقاد عائله العريس عفوا تيجمعوا داك الشيء تيقادوه تيوديو تيتسمى الزغاريت ماشي بالفم بالفعل تيصوبوا واحد الزغاريت تقدر ديرو في فمك تيصوبوا واحد الكروسه عرفتي شنو الكروسه؟ حقيقه هي عربه مزكشه هذيك كاينه الكروسه وكاينه الكريصه، حنا تنقولوها في مراكش الكريصه بالجر حيت الجر فهمتي تيكونوا غاديين اش تسمع؟ صلوا على النبي الله اسمع شتي صغاري دابا غادي العريس ما كاينش تصفر في العرس تتكون كثيره وتتمشي هلا وهلا هذو الاغاني التي تحمل الى العرس حيت هذا الخروف هذا الخروف سيكون مروضي انه يدير هذيك الكلمه ماشي فوسنوط وبعض المرات تيكونوا حيوانات اخرين غاديين في العيديه كتعرف هذا تيتسمى تنقولوا لهم في مراكش الطباله غاديين يطبلونا من اجل الفرح وجوده الذهاب في الطريق هما اللي شوف بعض المرات تيكون طوبيس تيكون انا غنحكي لك كل شيء وكاين باش يدوزوا من هذاك العرس الكبير للاغاني شنو خصهم؟ خصهم واحد يدير الغيطة واحد المزمار في شكال خصو يدير الغيطة ديك الغيطة عندها واحد الصوت هو سي لو فخان هو باش تيفراني هو ما انا غنديرها هلا وهلا طوبيس هذا لابد من شويه الكلاكسون في الليل هو غيوقفهم او عليك ابني الله يهديك دابا عندك ابني الله هذا تيمور هذا تي لما دارش لهم ما يحبسوش هذيك اللي تيديرها باش يقفل وتيدخل واو عليك ابني الله يهديك سما قاتا ابني الله لكوفيد ابني الله
هذني الله شي ميلود هذني الله ويلي ويلي هذني هما داخلين العرس اسمع اين 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 ام ام سلام ام ام على رسول الله اين ام ام حتى هو الخروف داخل حتى الخروف تيكمل حتى تيشوف العريس والعروسه علاش جاي حيت ديري مع كونطرات تيقول لهم سلام وتيمشي تيرجع للمولاه فهمتي وتيعاود يطيح في العيد الكبير سكت بلا بد ثاني شكرا شكرا.